والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني ويشرفني أن أكون اليوم في هذا المساء معكم في هذه الندوة التي كما تفضل أخونا وذكر قضية أنها تدور حول جانب مهم يمسنا بشكل كبير كمسلمين، ألا وهو قضية العلم والتعلم وذكر نماذج الحضارة الإسلامية ومحاولة النظر إلى وضع التعليم في يومنا هذا ومحاولة المقارنة وإيجاد الحلول. لا أخفيكم، عندما جاءت الرسالة يعني دعوتي للمشاركة بهذا الشيء يعني أصابني نوع من السرور والفرح. هذه قضايا يعني نحن بحاجة أن نلمسها وبحاجة أن نناقشها وبحاجة أن نتداولها. هي الإشكالية أن الفترة تكون قصيرة للحديث عن موضوع بهذا الكبر، لكن إن شاء الله سأتعمد أن يعني أتطرق للمحاور الرئيسية دون أن يكون هناك تعمق في ذكر بعض القضايا، ولكن إن شاء الله سأسلط الضوء حول قضايا مهمة ومعينة. طبعاً أنا عندما جئت فتحت صندوق وأخرجت مني هذا الشيء، وهذا طبعاً أستبق ما سأقول، هذا يعطينا هذا عبارة عن نموذج بسيط لما أسهل به المسلمون في السابق وأبدعوا به، وهي الساعة المائية التي اخترعها أحد المهندسين المسلمين العباقرة وهو الجزري، وهو الذي طبعاً اخترع فكرة محرك السيارة. طبعاً هو الفكرة الرئيسية أعطانا إياها، ولكن تطورت لاحقاً ليصنع منها محرك السيارة. والجزري طبعاً هو أراد أن يقول أن الحضارة الإسلامية لم تقم على أكتاف العرب فقط، وإنما نشأت على أكتاف العرب وغيرهم، وتضافرت الجهود من المسلمين على اختلاف مشاربهم، وحاول أن يعطينا نموذج حضاري وهو الساعة، وحاول أن يعطينا يعني كيف أن الحضارة الإسلامية كما ذكرت قبل قليل نشأت من خلال تضافر جهود العرب وغيرهم من المسلمين. أنا سأطرح سؤال إن شاء الله وأجاوب عليه بسرعة. حتى نتكلم عن العلم والتعلم، نريد أن نرى ما هو موقف الإسلام والحضارة الإسلامية من قضية العلم والتعلم. لنقول بأنه لو قرأنا أول آية عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غار حراء وجاءه جبريل عليه السلام، لم يقل له مثلا اعدل أو تعامل مع النساء باللطف أو امنع الربا، إنما قال له اقرأ في بيئة لم تعرف القراءة والكتابة. وهذا من أول كلمة وردت ونزلت حول هذا الدين أعطتنا انطباع بأن هذا الدين هو دين العلم، وأن هذا الدين سوف يقوم على أكتاف العلم. وتتالت الآيات لاحقاً تمجد العلم وتمجد من يلتمس العلم، وتبين أهمية العلم، وتبين فضل المتعلم على غيره، وأحاديث الرسول أيضاً وضحت لنا هذه القضايا وبينت. وطبعاً نذكر الآيات في السلايد، لكن مرة ثانية أنا أريد أن أسلط الضوء على قضية أن أول كلمة جاءت اقرأ حتى تعطينا بأن هذه الكلمة نزلت على ذلك الرجل وهو على قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو يعيش في مجتمع الذين يكتبون أو يقرؤون هم قلة يندر مجتمع كبير عريض، ومع ذلك أول كلمة نزلت تقول له اقرأ حتى يعطينا انطباع بأن هذا العلم هو دين قائم على المعرفة وعلى العلم، وأن المعرفة هي الوسيلة الأولى والأخيرة لإدراك الأمور. وأيضاً حديث الرسول الذي يبين لنا قضية أن طلب العلم هي عملية مستمرة، مع أن بعض الناس جادروا في هذه القضية وقالوا إنما كان يقصد العلم الديني، ولكن عمومية الحديث تعطينا أن العلم على عمومه، أي علم هو مطلوب ومحبذ علينا أن نحاول أن نتلمسه من أيام طفولتنا إلى أن يأخذنا الله سبحانه وتعالى إلى جواره. هنلاحظ أنه مع بدايات الأمور فهم المسلمون عندما بدأ الناس يدخلون في دين الله، الشخص الذي كان يعبد الصنم والشخص الذي كان يبقى طول النهار يتعب نفسه في صنع صنم من تمر ثم يأكله مساء، ثم جاء الإسلام وأزال الغبار أمام عينيه فجأة فأوجد منه شخصية أخرى قادرة على الاستيعاب قادرة على الفهم، تطور بهؤلاء الناس الزمن حتى أصبحوا لاحقاً وجاء منهم علماء، وبدأت قضية التمرس في قضية اللغة، الأمور الدينية، أمور الفقه، تطورت هذه الأمور قليلاً نتيجة للكلمة الأولى، الكلمة الأولى التي جاء فيها القرآن الكريم وهي اقرأ. إن شاء الله سأوضح هذه القضايا
بعد قليل باختصار، لن يعني أتوسع. هنلاحظ أنه هناك سياسة واضحة كانت سابقة موجودة عند المسلمين، أن دين التسامح لم يمنع أن يتلقى المسلم علمه على يد غير المسلم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معركة بدر اشترط على الأسرى المشركين الذين كانوا يعبدون الصنم أن يعلمون 10 من أبناء المسلمين كل واحد حتى يفتدي نفسه. وهذا كان الدرس لنا بأن دين التسامح لا يمنع إذا كانت الحكمة المعروف الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو حق الناس بها، والعلم هي إحدى الضالات التي نبحث عنها، فإذا وجدت مع غير مسلم نلتقطها منه ولا حرج في ذلك. ومن لاحظ إخواني أن حتى نتكلم عن العلم في مرحلة العصور الذهبية، أنه هذه السياسة قضية التعلم على يد غير المسلم هذه ساعدت المسلمين على نقل العلم والمعرفة عن غيرهم، وهذا أيضا ساعد على تطور الحضارة الإسلامية. وقلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أول من طبق هذه القضية. أيضا العقل المسلم هو عقل منفتح، عقل يقبل الحوار، ولذلك عندما جاءت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فقضية الجدال والمنطق والحجة والبرهان هذه إحدى القضايا التي طورها نظام العلم والتعلم في الحضارة الإسلامية، وبنى على ذلك مجدا كبيرا حتى ظهرت المدارس وظهرت المعاهد وظهرت المؤسسات العلمية ونبغ العلماء ونبغ الطلاب وظهر جهابذة العصر. أيضا كانت من سياسة التعليم في الحضارة الإسلامية أن العالم بحاجة إلى الأمن والأمان، عندما يتنقل من دولة إلى دولة من قطر إلى قطر داخل المجتمع المسلم أو الدولة الإسلامية هو يريد الأمان. ولذلك كما كان يتكلم علماء السياسة الشرعية قالوا أن أحد واجبات الحاكم المسلم تأمين الطريق وعقوبة قطع الطريق، حتى نخرج عن الموضوع هي عقوبة مغلظة، لأن عندما إذا قطع الطريق وانعدم الأمن انمنعت هذه القضايا. ولذلك قضية الأمن والأمان للعالم حتى يتنقل وللطالب كانت إحدى سياسات العملية التعليمية في الحضارة الإسلامية. أيضا هنلاحظ في البداية أن تقريبا في 100 عام الأولى تصدر الفكر الديني كل العلوم، بمعنى العلوم الأخرى لم يبتدئ المسلمين بالتطرق إليها إلا قليلا، يعني بشكل فردي وشكل غير يعني رسمي، لكن كان الاهتمام هو في الجانب الديني، وهذا أمر مهم جدا، لأنك عندما تتقن اللغة العربية وقواعدها، عندما تتقن أصول الفقه والفقه، عندما تتقن القراءات تنطلق إلى العلوم الأخرى، وهذا الذي شجع عليه يعني شجعت عليه الحضارة الإسلامية في البداية. طيب الآن نحن تحدثنا عن خطوات عن قضايا نظرية، الإسلام يشجع العلم، الحضارة الإسلامية تبين أهمية العلم، القرآن الكريم يبين لنا فضل العالم على الجاهل، القرآن يبين لنا أهمية العلم والتعلم، الآية الأولى في القرآن نزلت اقرأ، الرسول يبين لنا أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو على كل مسلم، وطبعاً المسلمة هي من باب التغليب تكون داخل من ضمن المعنى، لكن نحن الآن بحاجة إلى خطوات عملية من ضمن من الحضارة الإسلامية حتى نثبت أن ما ذكرناه نظرياً ممكن أن يطبق عملياً. بدأت اهتمامات الحضارة الإسلامية من خلال السلطات الحاكمة بإيجاد مراكز العلم والتعلم، وبدأت بالكتاتيب، والكتاتيب هي المرحلة الأولى التي ينتقل من الطفل إلى مرحلة المساجد. ولذلك المسجد في الحضارة الإسلامية لم يكن مكانا تذهب إليه لتسمع فقط خطبة الجمعة أو لتصلي العصر والظهر والمغرب جماعة ثم تنطلق إلى بيتك، إنما كانت المساجد هي عبارة عن المؤسسات التعليمية التي انبثق منها العلم على شتى صنوفه، ونبغ فيها علماء المسلمين وجهابذتهم. ولو أردت أن أذكر لكم التاريخ وأسماء العلماء الذين اتخذوا من المساجد أماكن لحلقاتهم لا يعني ما استطعت أن أنتهي إلى يعني إلى أسبوع قادم، هذا معروف يعني في الحضارة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي. القضية الثانية أن الإسلام لم يغلق أو الحضارة الإسلامية لم تغلق الباب أو كل أمام من أراد أن يتعلم، وهذه أيضا من ضمن السياسة الواضحة للحضارة الإسلامية، فمن أراد أن يتعلم إذا توفرت الرغبة فالباب مفتوح لمن أراد. القضية الثالثة أن هذه السياسة تولد عنها، وللأسف هذه الآن السياسة يعني شبه يعني غير يعني متواجدة في بعض الدول، ولذلك الأثر يكون سلبي.
هذه السياسة الواضحة ترتب عليها ظهور أعداد لا حصر لها من العلماء في كل فن وعلم، في الجغرافيا، في التاريخ، لاحقا في الرياضيات، بالهندسة، بالجغرافيا، بعلم الفلك، وأيضا ظهور العلماء الموسوعيين. عندما نقول الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري كان في الصباح مؤرخا وفي المساء مفسرا، الرازي تجده طبيبا ثم تجده فيلسوفا، هذا العالم تجده أنه طبيب ثم في المساء صيدلاني، ابن الجزار كان طبيبا وفي نفس الوقت كان جزار كان صيدلانيا. يعني عندما يحدد نوع المرض عنده المقدرة على تحديد العلاج وصنعه بيده. وهذا قضية العلماء الموسوعيين دليل واضح على أن الفكرة الرئيسية التي جاءت بها الحضارة الإسلامية بالتعلم والإبداع، ثم السياسة العلمية التي انتهجتها الدولة الإسلامية في تلك الفترة، ساعدت على ظهور هؤلاء العلماء الموسوعيين. قضية ثانية أن المزاوجة، أنا سأقفز إلى النقطة الأخيرة وكبرتها، المزاوجة بين العلم والمعرفة. إذا وجدت هناك توافق ما بين العالم والحاكم تجد هناك ازدهار. ولو نظرنا إلى الحضارة الإسلامية، عندما يكون العلاقة ما بين الحاكم والعالم العلاقة المطلوبة، كان هناك إبداع، وعندما يكون العكس تجد أن حالة الأمة في ازدراء. لذلك كان من سياسة الحضارة الإسلامية قضية المزاوجة، يعني أقول المزاوجة هي عملية التوافق وليس الخصام. قضية ثانية أنا أريد أن أقفز عليها بسرعة حتى أبلور ما أريد أن أصل إليه. قضية أن الفتوحات الإسلامية، العرب في الجزيرة العربية كانت أمة محصورة، يخرجون في الصيف إلى بلاد الشام، بعضهم تجارة، في الشتاء يذهبون إلى اليمن. الذين يأتون إلى مكة حجاجا كل عام، لم كان مجتمع الجزيرة العربية كان مجتمع مغلق. فعندما جاء الإسلام وأزال ذلك الغبار عن أعينهم وفتح لهم الآفاق، وبدأ وانتشر المسلمون لاحقا في حركات الفتوح، تعرفوا على أمم أخرى لديها علوم مختلفة. ومن نعمة الله على المسلمين أن نسبة كبيرة من هذه المناطق كان يسكن بها علماء أصبحوا يتحدثون اللغة العربية بطريقة، أو أنهم انتقلوا كالإسكندرية، أو كجندي سابور في إيران الآن، أو كحران في الآن نقول، أو كنصيبين الآن في تركيا. هذه المناطق كانت معروفة بأنها مدارس علمية على اختلاف تخصصاتها. جندي سابور كانت في الطب، مدرسة حران بالفلك، الإسكندرية كانت بالفلسفة. دخلت هذه المناطق في ضمن محور الإسلام، والآن المسلمون عندهم فكرة أن الحكمة ضالة، أي والإسلام يقول لهم أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون. فالآن قضية أن رمضان يأتي، ونحن بحاجة إلى أن نعرف متى رمضان يأتي ومتى يخرج حتى نعيد. طيب، وعند الإغريق علم الفلك كان متطورا، فأنا بحاجة إلى هذا الكتاب الذي اعتمد عليه الفلكي الإغريقي حتى أدرس منه وأطور. ولذلك ترتب على هذه القضية قضية إن شاء الله أذكرها بعد ثواني. إذن قضية التفاعل ما بين المسلمين وما غيرهم، هذا وكما قلنا قبل قليل لا يمنع الإسلام أخذ العلم عن غير المسلم، لكن في مرحلة الترجمة إحنا نقول نتحدث أخذ العلم عن الكتاب وليس عن الشخص نفسه. أوكي؟ هذه المواضيع أنا لن أشرحها، لكن حتى نرى أن ذلك الشخص الذي كان يعيش في الجزيرة العربية، في إما في وسط الصحراء أو في أطرافها، الذي كان قد يعني يئد ابنته أو يغير على جاره أو يأكل الربا، عندما جاء الإسلام وهذبته الحضارة الإسلامية انطلق. فهذه العلوم إحدى العلوم الدينية التي تطورت في المراحل الأولى للإسلام. يعني عندما وصلنا إلى القرن الأول الهجري وانتهينا منه، كانت قد تبلورت، بدأ عصر التدوين، بدأت هناك الكتب، ثم نجد عشرات العلماء في التفسير، عشرات العلماء في علم القراءات، عشرات العلماء في التفسير في الحديث، الفقه وهلم جرى. لكن أنا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضايا، أنا أريد أن أتحدث عن مادة علمية الآن موجودة للعلم والتعلم، موجودة للمسلمين. خلينا نبدأ وننشئ شبكة. عندنا نص قرآني ونص شرعي يطلب من العلم والتعلم. عندنا سياسة واضحة في الحضارة الإسلامية لا تمانع أن يتعلم. عندنا أيضا الإسلام يشجع، وعندنا السياسة العامة
فيها نوع من المزاوجة، عملية أنه لا 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 تناقض ما بين، حصلت في فترات يعني اضطهد بعض العلماء وهل مجرى، لكن نتكلم عن على العموم. الآن عندما فهم المسلمون أنهم بحاجة إلى مراكز علمية متطورة، لم تعد الكتاتيب تكفي، والمسجد لم يعد يكفي، والمدرسة لم تعد تكفي، بدأ التفكير بإيجاد المراكز العلمية. وأول مركز علمي، طبعاً عندنا بيت الحكمة قبله، لكن أول مركز علمي رئيسي كجامعة أنشأته سيدة فاطمة وأختها مريم، لكن هي فاطمة التي أنشأت هذه المدرسة، أنشأت جامع، وثم أضيف لهذا الجامع مركز تعليمي وهو جامع القرويين. القرويين على فكرة هي يعني الناس دائما يخربطون ما بين القرويين والقيروان في تونس، وأساسا القرويين جاء من القيرويون في مرحلة من المراحل أثناء حكم الدولة الغالبة على تونس. كان هناك بعض المشاكل، فبعض الناس الذين خرجوا من تونس ملتجئين إلى فاس، فاس كانت تحت حكم دولة الأدارسة. على فكرة هذه المراحل التاريخية، حتى لا أدخلكم في أمور يعني تخرجنا، أثناء حكم الدولة العباسية استقلت بعض الدول، الأدارسة استقلت واستقلت وأنشأت دولة لهم عاصمتها فاس في المغرب، وهذه الفاطمة الفهرية أنشأت جامعة القرويين. هذه الجامعة لم تخرج جهابذة علماء اللغة والفقه المسلمين، وإنما خرجت عدداً لا بأس به من استلم المناصب العليا في الغرب، وهذا دليل واضح على أن المادة العلمية التي تدرس كانت مادة علمية رئيسية. فعندنا مثلاً عندنا سلفستر الثاني الذي أصبح البابا في روما، تخيلوا، جاء درس هناك وهو الذي نقل الحروف العربية، الأرقام العربية إلى أوروبا. عندنا أيضاً الفيلسوف المشهور وأحد الفلاسفة الذين يعني كانوا في الأندلس، موسى بن ميمون، وهذا الرجل الذي كان في حوارات مع ابن رشد وغيره، هذا الرجل تعلم وعلم في جامعة القرويين. أنا أريد أن أخذ هذا النموذج حتى نرى أن العلم والتعلم في الحضارة الإسلامية كان على مستوى عال. لم يأتي هذا الرجل الغير مسلم حتى يتعلم في جامعاتنا إلا في اللحظة التي عرف أنه سيتعلم شيئا يفيده في دينه، حتى في دنياه وفي رسم حياته. وكما ذكر زميلنا قبل قليل قضية قرطبة وجامعة قرطبة، وكيف كان العلم وكيف كان الغربيون يرسلون أبنائهم. أنا سأستعجل. طيب، إذا حتى نقول نحن ندعي أن جامعة القرويين أو القيرويون كانت أول جامعة، هل سبقها أحد؟ لا. لو استقرأنا الجامعات التي ظهرت في العالم، جامعة كامبريدج في 1224، جامعة القرويين ظهرت في 859، يعني نتكلم 860 للميلاد، بعد تقريبا 600 عام ظهرت 400 عام ظهرت كامبريدج. أكسفورد قبلها تقريبا ب 50 أو 40 عام، قصدي من كامبريدج. بعد أول جامعة ظهرت بعد جامعة القرويين ظهرت في إيطاليا. فالقصد أن أول جامعة بالعالم أنشأتها الحضارة كمركز عالي للتعليم كانت عند المسلمين، عندما كان يعلم المسلمون بأن العلم والتعلم ركن أساسي في بناء الشخصية الإسلامية، في بناء المجتمع المسلم، في إيجاد مجتمع صالح مصلح، وفي إيجاد مجتمع قائم على الفطرة السليمة. لأن القرآن قال لنا اقرأ، فاقرأ يتطلب منا أن نتعلم وأن نعلم. بيت الحكمة، ولن أطيل في بيت الحكمة، إن شاء الله في الأسئلة سنجاوب. بيت الحكمة ظهر في بغداد، وبيت الحكمة لم يكن جامعة يعني بمستوى الجامعة في الأصل، أنشئ كمكتبة، لأن أبو جعفر المنصور عندما أسس بغداد كان رجل يعني يحب الفلك، وكان يريد أن يقتني بعض الكتب المتعلقة بالفلك. هذا رجل كان يحب الفلك بشكل كبير جدا، علم الفلك، فأنشأها، لكن تطورت في زمن ابنه هارون الرشيد الذي عرف أهمية العلم والتعلم، وتطورت فوق ذلك في زمن المأمون، لأن المأمون نعرف يعني تبنى الفكر المعتزلي يعني قد يعني ينظر إليه بطريقة أخرى، لكنه شجع العلم. هارون الرشيد وابنه المأمون جلبوا ألوف الكتب. القضية لم تتوقف هنا. أنا عندما آتي بكتاب مكتوب بالإغريقي أو بالسرياني وأنا عربي، أنا بحاجة أن أعرف ماذا موجود فيه. فظهرت قضية هذا ذكرته قبل قليل، كيف تطور.
ظهرت قضية الترجمة، وسأتكلم عليها في السلايد الذي يليها. هناك مدرسة أخرى ظهرت في بغداد، هي متأخرة نوعا ما، لكنها أنشأها نظام الملك، ونظام الملك معروف هو وزير سلجوقي، كان في زمن الخليفة العباسي أبو جعفر القائم بأمر الله، أو قائم بأمر الله كما ذكر. طبعا السلاجقة كانوا هم الحكام الفعليين للخلافة العباسية، الخليفة كان اسميا، لكن السلاجقة لعبوا دورا كبيرا جدا في التاريخ الإسلامي، والسلاجقة لم يكونوا عربة، لكن نظام الملك هذا يعتبر من أفضل الوزراء في التاريخ الإسلامي. خلينا نقول هذا الوزير أنشأ مدرسة النظامية في بغداد، وكان يديرها مجموعة كبيرة من العلماء، قد نذكر أسماء بعضهم لاحقا. أنشأت في عام 1066، وهذه أيضا في الحضارة الإسلامية. الآن أنا لا أريد أن أذكر مجموعة المدارس، لو ذهبنا إلى بيت المقدس أعد لكم بالمئات على مر التاريخ الإسلامي، خاصة في زمن المماليك والأيوبيين أنشئت عشرات المدارس، وعندهم مناهج كانت، أنا أشرفت على رسالة دكتوراه في بريطانيا لطالبة ماليزية تتكلم كانت عن المناهج التعليمية في المدارس المملوكية في بيت المقدس. إيش المناهج؟ إحنا عندنا مناهج في الجامعات، منهج عندنا كوريكولوم. ايضا في تلك الفتره كان معروف انه في السنه الاولى تاخذ 1 2 3 4، والكتب التي ترجع اليها 1 2 4، يعني كان هناك تنظيم واضح في العمليه التعليميه في الحضاره الاسلاميه. طيب الان وانا ساعيد الجمله التي ذكرتها قبل قليل فقط للتذكير، الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها او حق الناس بها، والعلم هو مطلوب لانه يعتبر مما يبحث عنه المسلم تحقيقا لما امر الله سبحانه وتعالى من كلمه اقرا، ولما طلب منه منا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا الآيات القرآنية التي حثت المسلمين وغيرهم ألا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا ينظرون، أفلا ينظرون إلى الجبال، ألا يعني قضية إنه إعمال العقل في فهم الشيء، أوكي، بدأت قضية الحاجة إلى ترجمة الكتب. وكما ذكرت قبل قليل أن كمية كبيرة من الكتب كتبت عن طريق الإغريق ولكنها أهملت وما عادت مستعملة، وذلك لأن المسيحيين كانوا يعتبرون أن من يدرس الحضارة الإغريقية فهو يتهرطق، يعني بمعنى يخرج عن الدين، فمنعت أوروبا المسيحية أي تعامل مع أي كتب من كتب الإغريق. فلما جاء المسلمون وفتحوا المناطق التي ذكرتها قبل قليل، مصر والشام ومناطق أخرى، فارس، وجدوا الكتب، فبدأت عندهم سياسة جلب الكتب. سألت جلب الكتب؟ يعني عدة طرق، بعض الطرق كانت عن طريق مطايرة الأسرى بالكتب، أنا أطلق أسير من عندي وأنت تعطيني كتاب، وهذا حصل في زمن أبو جعفر المنصور وفي زمن المأمون خاصة مع البيزنطيين. فالقضية أن المكتبة الآن في بيت الحكمة أصبحت عندنا عشرات بل مئات بل ألوف الكتب التي كانت بحاجة إلى الترجمة، وبدأت قضية الترجمة وبدأت قضية نقل المعرفة إلى الحضارة الإسلامية. لكن منهج المسلمين لم يكن منهجا جامدا، بمعنى أن عندما أنا آتي بالمعلومة التاريخية علي أن أحققها وأقيمها وأن أضف عليها إذا كان هناك حاجة للإضافة. لن أرجع إلى هذه القضية، قد أشرحها لكم متى بدأت الترجمة ومن كان أول مترجم، هذه القضية إن شاء الله إذا سألتموني عنها أذكرها. لكن أنا يهمني أن الدولة العباسية تبنت ترجمة والعلم كسياسة، هذه قضية مهمة. قبل ذلك هي كانت جهود فردية، عندما جاءت الدولة العباسية، لذلك لماذا عندما نتكلم عن الحضارة الإسلامية والعصر الذهبي نقول أنه بدأ من 750 الميلاد، لأن هذه الفترة التي بدأت الدولة العباسية بعد أن أسقطت الدولة الأموية. طبعا كانت هناك جهود فردية في زمن الأمويين، لكن في زمن العباسيين أصبحت ركن من أركان الدولة، يعني هناك ميزانية واضحة من ميزانية الدولة تصرف على العلم، ويعطى من يترجم ويعطى من يأتي بالكتب، وأصبحت إحدى سياسات الدولة العباسية أن العلم كما تفضل وسمعنا قبل قليل من زميلنا أنه بعض الدول الآن عندها جزء من الميزانية للتعليم. الدولة العباسية أصبحت إحدى سياسة، يعني السياسة حماية الدولة، رعاية الكذا، أيضا من ضمن سياساتها العامة رعاية العلم والعلماء، وهذا أدى إلى ظهور العصر الذهبي في الإسلام. وكما ذكرت لكم من 750 للميلاد، وطبعا العلماء يقولوا أن الحضارة الإسلامية انتهت أو العصر الذهبي للإسلام انتهى بسقوط بغداد عام 1258. في الأندلس استمرت
يعني شويه، لكن نحن خلينا ان شاء الله نسلط الضوء على عالم المشرق الاسلامي وننتقل رويدا رويدا. الذي حصل ان الخلفاء العباسيين كانوا يشجعون العلم ويدركون الاموال، كان هناك قضيه انه هو ركن اركان سياسه الدوله، انشاء بيت الحكمه كما ذكرنا قبل قليل هذا امر مهم جدا، لان بيت الحكمه لعب دورا في جلب الكتب، في ترجمتها، في ايجاد غرف لنقل العلم والتدريس، في ايجاد اماكن لالتقاء العلماء ومناقشه القضايا. كما يقال المؤرخون ان في بيت الحكمه كان هناك منطقه للتدريس ومنطقه للمناقشه، يعني في قضيه معينه الان مثلا ما بين العلماء وجدنا في قضيه معينه كما نفعل الان الريسيرش سيمينار، الريسيرش سيمينار او التوتوريال، انت تاخذ مثلا الطلاب مع المدرس يجلسون في قضيه معينه. كنا نمارسها مثلا في بريطانيا ان المحاضره يوم الاحد لكن يوم الاثنين في توتوريال، في قضيه احنا عاوزين نطرحها خارج الاطار الرسمي. هذا كان موجود عند المسلمين، ولذلك كانت القضية الواحدة مفتوحة للنقاش، كان هناك قدرة على الاستيعاب والتحليل، ولذلك عندما كان أي شخص يترجم كتاب لا يكون الكتاب جامدا، نقل من السرياني أو الإغريقي أو الفهلب الفارسي أو العبري، لأنه قال قيل بعض الكتب نقلت من العبرية أيضا، لأن الحكمة ضالة المؤمن كما ذكرنا. أي أيضا اختيار أمهر المترجمين، والذي فاد المسلمين أن عندما بدأت حركة الترجمة كثير من هؤلاء العلماء الذين أصلهم سريان الآن أصبحوا عربة، عربة باللغة، لأنه يعيش داخل المجتمع المسلم. أيضا الدولة العباسية لم تترك فنا إلا وترجماته، لكن أخرت علم واحد، علم هو الفلسفة. الفلسفة كان آخر علم ترجم عند المسلمين، لأنهم كانوا يخافون من قضية أن تخلط الفلسفة مع الدين. لكن في المقابل في أوروبا كل واحد ياخذ دكتوراه تكون دكتور فلسفي، دكتوراه فلسفي، لان اول علم في اوروبا ترجم من عند المسلمين هو الفلسفه، واعتبروه ام العلوم. طيب انا لن اتكلم عن هذا العلم. انا بصراحه كان عندي ايضا موضوعين عن الجغرافيا والفلك، لكن اشعر انه الوقت يسعفني، يعطي خمس دقائق. طيب انا ساتحدث، نعم سأتحدث عن قضية علم التاريخ، لأنه علم التاريخ مهم جدا، وعلم الجغرافيا والفلك بأقل من دقيقتين. تلاحظون أني اخترت علم التاريخ لأن علم التاريخ مهم جدا جدا ويرتبط ارتباطا رئيسيا بنا كمسلمين. القرآن الكريم ذكر الأنبياء ولم يذكرهم. القرآن الكريم تحدث عن الرسل. القرآن الكريم تحدث عن سيدنا موسى، يعني سيدنا موسى عليه السلام يعني له نطاق واسع من القرآن الكريم. لذلك اهتم المسلمين الذين كانوا يعيشون كما ذكرت لكم في صحراء الجزيرة العربية دون ما علم بهذا العلم، وتطور عنه ما يسمى بعلم التاريخ، ونبغ منه علماء كابن خلدون وغيره من العلماء. في الوقت اللي احنا نعرف الناس كانوا في الجزيرة العربية يتناقلون الأحداث شفاهية، لكن ظهر لاحقا نتيجة لهذا الدعم الكبير من الإسلام، من الحضارة الإسلامية، من السلطة الحاكمة، من الفكر السائد في المجتمع، تطور علم التاريخ وظهر علم التاريخ. علم الجغرافيا، بس نترك هذه إن شاء الله إذا أرد. علم الجغرافيا في قضية مهمة جدا. الآن لماذا تطور علم الجغرافيا وعلم الفلك؟ أنا سأشبككم مع بعض. كمسلمين أنا عندما أريد أن أذهب إلى الحج وأنا أعيش في مثلا في بلاد الشام، هناك طريق يجب أن أسلكه، صح ولا لا؟ لا أعرفه. طيب أنا عندما أريد أن أرسل الجيش للحرب، أنا بحاجة أن أرسل جيشا يصل إلى أرض المعركة في الوقت المناسب، فلو أرسلت جيشا دون أن يعرف. لذلك تصدى عددا من العلماء في علم الجغرافيا، وتطور علم الجغرافيا اعتمادا على علماء الإغريق، ولكن المسلمين أبدعوا، ولاحقا المسلمين هم الذين رسموا أول خارطة. العلماء قالوا أن أول خارطة رسمت في زمن المأمون، لكن الملك روجر الثاني ملك صقلية لم يطلب إلا من الإدريسي أن يرسم له خارطة على كرة فضية، ورسم له الخارطة. بعض الناس يقول كيف رسم له ولم يذهب إلى كل العالم؟ لا، العكس، كان هناك نوع من الفند، الدعم من روجر الثاني، أن الرجل أرسل مجموعة، طبعا الإدريسي أرسل مجموعة من الطلاب إلى عدة مناطق في العالم، وهو أيضا من خبرته. نجد مثلا المقدسي عندما نقرا كتابه احسن التقاسيم في معرفه الاقاليم، كانه يقيس القضيه بالسنتيمتر. عندما يتحدث عن حدود الجغرافيه لبيت المقدس
وقال أنها 40 ميلا في 40 ميلا. هذه قليل جدا يعني في هذه القضية، لكن معروف أن القياس الشرعي لبيت المقدس، الحد الشرعي الذي يجوز لأي شخص أن يبدأ عمرته أو حجه، يحرم من هناك لو أراد حسب بعض النصوص التي ذكرت، حسب بعض الأحاديث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، هي 40 ميلا في 40 ميل إسلامي. فالقصد أني أنا الآن أخذتكم في جولة سريعة أن هؤلاء الناس الذين كانوا يعبدون الأصنام، العلم الدعوة التي دعتهم للعلم، المنهج العلمي المستعمل في مدارس المسلمين، الانفتاح الواضح الذي كانت تمارسه السياسة التعليمية، القضايا الواضحة التي درست ونوقشت عند الإغريق وجاء المسلمون وناقشوها بحرية تامة نقضوها، هذا كله أوجد نظاما تعليميا واضحا قادرا للاستمرار والمقاومة. أقصد المقاومة عندما يكون هناك أي حالة نقد من أي عالم ترد هذه المعلومة العلمية التي جاء بها العالم. أوكي أنا فقط أنا إن شاء الله بس دقيقة واحدة. أنا أيضا سأتكلم باختصار على قضية هذا السلايد الأخير وأنا أتوقف هنا، أترك السلايد قبل لمن يريد أن يرى. الآن أنا أحضرت هذه معي، هذه الآن علم الهندسي. عندنا من الذين اشتهروا في علم الهندسي ودليل واضح على أن النظام العلمي الإسلامي أوجب هؤلاء الجزري. الجزري هو عالم هندسي ميكانيكي من الطراز الأول، هو الذي أوجد مبدأ المحرك، وهو الذي صنع هذه الساعة المائية. لماذا صنعها؟ الفكرة الرئيسية إخواني وأخواتي أن الحضارة الإسلامية بنيت على أكتاف ليس العرب وحدهم. هو كان يريد الفيل الهنود، دراغون المسلمين الصينيين والذين جاءوا من مناطق ما وراء النهر، العرب، ووضع حتى هذا الطائر العنقاء والعنقاء معروف في شيء في عنقاء مش موجود، لكن هو أراد أن يأتيك بشيء حتى تبقى دائما تفكر لماذا اختار العنقاء. والعنقاء من الحيوان الخيري. أنا أريد أن أوقف هنا حتى لا أخذ وقت زملائي. الذي أريد أن أقول أن هذا وابن الهيثم اخترعوا للعالم أشياء نمارسها ونستعملها كل يوم. كل واحد في يده ساعة، وكل في يده موبايل، وكل واحد فيكم في موبايله كاميرا. ابن الهيثم هو عالم الهندسة وعالم البصريات، هو الذي أتانا بنظرية الكاميرا والتي تطورت لاحقا في الغرب، وكل واحد معانا كاميرا يستعملها كل يوم. لكن كثيرون ينسون أن حتى كلمة القمرة هي جاءت من القمرة، وإن شاء الله لو سئلت أنا أجيب عن هذه القضية. لكن أنا أريد أن أختم بالقول هذه الساعة التي ذكرتها، وأريد أن أختم بالقول أن النظام التعليمي في داخل الحضارة الإسلامية كان نظاما متفردا، لأنه ربط بين العقل والروح، وربط بين الحاجة وبين النشاط، وربط بين الاستفادة مما هو موجود عندنا وما هو موجود عند غيرنا. ولذلك عندما نعطي قائمة بمئات العلماء لن نكفي يوم أو يومين أو ثلاثة حتى نذكرهم ممن برزوا في الحضارة الإسلامية وأبدعوا. السلام عليكم.